أي نزال، أي نزال بين هؤلاء الأقوياء. مشتعل نار قبل بداية المشوار. إنغولو كانتي أحد النجوم المنتظرة لهذه المباراة. عبد الرحمن الجاسم سيأذن الآن بانطلاقة الكلاسيكو. الهلال على اليمين لقمة النار بين الهلال العالمية ونهاية 44 مباراة بالتعادل. بعيد الكرة على صعود الحميد. كريم بنزيما هداف المنافسة. جمع رومارينو في الانتظار. الترويض والركن الرامي. جواو بيدرو جوتا والتأمين الدفاعي. المراوغة والخطورة في هذه الكرة. رومارينو يوزع لفريق الهلال كرة من سالم الدوسري. يوزع خطير طويلة في دار المدافعين وكرة للهلال وتقطع. روبن نيفيز براس جول. جول لسافيتش ميلينكوفيتش الزعيم يحكم باحكامه. الهلال يفرض سلطانه. ازرق اللون من اجمل ما يكون. فنون وجنون. راسية سربية للعملاق سافيتش ميلينكوفيتش نمبر وان القارة الاسيوية. راسية قوية بنجوم العالمية. نيفيز كوليبالي ميشيل سافيتش مالكوم والبقية. هذه هي البداية نارية لفريق الهلال لنادي الاتحاد. مالكوم ستواجد الان للبرازيل متابع هذه الهجمة القوية. ميشيل والحكم يرفع لليمين. ميشيل ميشيل اللي يوزع. ما أصعب هذا المشوار. نونو إسبيريت رومارينو يعطي السرعة القصوى. يعطي كرة لجواو. كرة رومارينو. كريم بنزيما التسويب والتصدي. كانتو إعادة تمركز اللاعبين في دقيقة 25 ضد جوتا. مالكوم وإنغولو كانتي الغزال الفرنسي. التدخل واضح من صوت عبد الحميد. كرة عالية لزكريا وساوي وكريم بنزيما يراوغ الأول يوزع. أي توزيعة كانت من إيغور كورونادو. ولا تصويب. التصدي للدفاع والراية على كريم بنزيما. كوليبالي التدرج بالكرة. سعود عبد الحميد يدخل جناحيني. خطيرة الكرة. تسوي على القائم الأيسر. كورونادو يستفيد منه دفاع الهلال. هدف ثاني يضيع على فريق الهلال. أي تسويب راي. مع الكام يعدي شرحيلي. التدرج لروبن نيفيز. كريم بنزيما. تدرج رائع بالكرة. وان تشانجيتي. هاي الصورة تؤكد ذلك. سافيتش. التصويب بعيد. كرة لميشيل. كرة جول. الحكم يأتي ضربة مرمى. ماذا يقول عبد الرحمن الجاسم؟ هل هي ضربة جزاء؟ يقرر ضربة جزاء. يتقدم يمشي سالم الدوسري. جول
جول جول جول! الهدف الثاني لنادي الهلال. قلت لكم مشاهدينا الكرام، الزعيم يحكم باحكامه، الزعيم يفرض سلطانه. هذا هو سالم الدوسري بألوانه الزرقاء بقدم ممتعة، يضاعف النتيجة لفريق الهلال. هدفان لصفر مفتوحة، يهرب وحده سالم الدوسري من أجل الثالث، يوزع رومارينو، تفوق عددي دائما لفريق الهلال، ومثالية من سالم الدوسري. ومالكوم بطريقة غريبة يضيع، أعود بالصورة والصوت في هذه اللحظات للزميل. كورنادو يعدي، كورنادو يدخل منطقة الجزاء، الهروب لميشيل وغادر. الوقت معاه، هذه كرة أخرى لمالكوم، مالكوم يوزع، مالكوم ترجع له الكرة، سافيتش تقدير لشاراني، مالكوم شاراني يوزع غريب، كرة بالراس أمام الدفاع، جوتا، إيغور كورنادو، جول! هدف أول للاتحاد، فريق العميد يسجل أول هدف، المباراة شعل نار في الميعاد يا حبيبي، في الميعاد. كريم بنزيما العالمي كالعادة لم يكن هو الهداف لكنه كان قريب، وطبعا رومارينو ياخذ المشعل ويغارد الحارس عبد الله المعيوف. بنزيما، شانكيتي مع اقترابنا من نهايه المشوار، مارتشيلو كروي وشنكيتي بعد الخطر، جوتا، كانتي، والتأكيد كرة لمالكوم، تعدي خطيرة، يسور ويجول في كل أرجاء الملعب إنجولو كانتي. صوت عبد الحميد بالرأس، شاراني مرة أخرى، كرة بالرأس، جول! مالكوم جول! غدارة! غدارة! وفيها شرارة! هدف هلال! هدف هلال! نمبر 1 القارة الآسيوية بالثلاثية! ثلاثية نارية! مالكوم الغدار مع نهاية المشوار! الهدف الثالث لفريق الهلال امام الاتحاد. نار نار يا حبيبي نار، هذه كرة شاراني ومالكوم في ظهر زكريا هوساوي، يغرد الحارس مارتشيلو كروي ويعطي اسبقية مريحة لفريق الهلال. جماهير الزعيم كالعادة يا سام، وتأتي الدخول، كرة لجوتا بالراس، والهدف له عبد الله المعيوف أمام رومارينو. هذه المرة الكلمة لكابتن فريق الهلال مالكوم. إصابة روما، يتقدم كريم بنزيما، يضيعها كريم بنزيما، يضيع ضربة جزاء، تألق للمعيوف
عبد الله المعيوف الحارس المغوار حارس نهاية المشوار هو رايع المعيوف كابتن الهلال. كرة تستهدف بالقائم الأيسر يا حارس الهلال. إصابة روما يتقدم كريم بنزيما يضيعها. كريم بنزيما يضيع ضربة جزاء تألق للمعيوف عبد الله المعيوف الحارس المغوار حارس نهاية المشوار هو رايع المعيوف كابتن الهلال. كرة تستهدف بالقائم الأيسر يا حارس الهلال.